كمخالفة انك تقطع اشارة حمراء. وهل اذا رجعت لورا بالسيارة بعد ما قطتني الكاميرا بتروح المخالفة؟ في عندك ثلاث انواع لازم انك تميز بيناتهم لما تقطع الاشارة وهي حمراء. النوع الاول هي انك قطعت الاشارة لما كانت حمراء اقل من ثانية، وهي اقل من ثانية معناها انك انت شفت الاشارة صارت صفراء ولكن رغم هيك قلت لحالك انك بتلحق تقطعها، فباللحظة اللي انت ماشي فيها تحت الاشارة كانت صارت حمراء ولا تقطع، فهي تعتبر اقل من ثانية ومخالفة 90 يورو ونقطة. النوع الثاني انك تقطع الاشارة وكان صار لها ثانية او اكثر، وهي النقمة الكبيرة لقطع الاشارة الحمراء اللي بتجي مخالفتها 200 يورو نقطتين وسحب شهادة لمدة شهر. اما النوع الثالث لقطع الاشارة وهي حمراء هو انك تقطع خط التوقف، وهي بحد ذاتها ما تعتبر قطع الاشارة الحمراء وانما قطعت خط التوقف ومخالفتها 10 يورو. والسؤال الان ابو جريج اذا رجعها لورا بتروح المخالفة؟ بهيك نوع من التصرفات في قدامك احتمالين، الاحتمال الاول انك بعد ما قطعت الاشارة انت فتت على تقاطع الخطر وبهي الحالة انت حتى لو رجعت لورا راحت عليك. اما الحالة الثانية هي انك انت قطعت الاشارة بس ما دخلت تقاطع الخطر، وبهيك حالة تعتبر انت لحد هي اللحظة انك قاطع خط التوقف. ورغم هيك لا تستغرب اذا اجتك مخالفة قطع اشارة حمراء حتى لو انت ما دخلت تقاطع الخطر. فالافضل يا عزيزي انك لا تقطعها ابدا، وبس شفت الاشارة صارت صفراء وقف السيارة، لانه بعيدا عن المخالفة ممكن تجيك وتأثر على شهادة السواقة، فكمان قطع الاشارة الحمراء ممكن يعرض حياتك وحياتنا للخطر. طيب ابو جريج اذا ما كان في كاميرا راح يلقطوني، شوف هذا الفيديو لتعرف بالضبط كيف ممكن طلعت اذا قطعت الاشارة. شكرا.